لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد ايها الاخوه المسلمون اننا نقضي هذا الشهر المبارك شهر رمضان ولا بد ان هذا الصيام وهذا القيام وهذه العباده والذكر والدعاء كل ذلك يؤثر في نفوسنا ويربينا على خصال الخير وينشئ فينا تقوى الله سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى قد خص شهر رمضان بالبركات والخيرات والنعم الكثيره والخصائص العظيمه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذا الشهر ما لا يجتهد في غيره وكان يجتهد في العشر الأواخر من هذا الشهر ما لا يجتهد في غير هذا العشر من الأيام وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان والإقبال على الله سبحانه وتعالى بكل حكمة معرفة الله سبحانه وتعالى والتعلق به والاتصال به واللجوء إليه في ساعات الليل والنهار ولزوم بابه متضرعا مستغيثا مبتهلا إلى الله سبحانه وتعالى وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عبادة الاعتكاف في كتابه العظيم في ميناء الكعبة قال لإبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود لذلك علينا أيها الإخوة أن نقوم بعبادة الاعتكاف والتماس ليلة القدر في العشرة الأواخر من هذا الشهر فإن ليلة القدر ليلة عظيمة مباركة قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرح كل أمر حكيم فاجتهدوا يا عباد الله في هذه الأيام الباقية من هذا الشهر واغتنموا هذه الساعات واللمحات وفقنا الله وإياكم سعد وسعيد والطلحة والزبير وعبد
ينبغي لنا أن نلجأ إلى الله